الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان وكل من يشاهد قناة النادي الأهلي. أهلا بحضراتكم ويوم جديد من أيامنا في البيت الكبير. النهاردة إن شاء الله عندنا كلام كتير جدا عن فرقتنا، وخاصة على المشوار العالمي إن شاء الله اللي هيبدأ بكرة بسفر بعثتنا برئاسة الكابتن محمود الخطيب متوجها إلى الدوحة لخوض مباريات كأس العالم للأندية. طبعا احنا عارفين ان النادي الاهلي من اكتر الانديه الافريقيه الوصول لكاس العالم للانديه، طبعا يعني بعد مشوار طويل جدا جدا والحصول على التاسعه الغاليه، النادي الاهلي بيمثل مصر وبيمثل القاره الافريقيه في محفل عالمي ان شاء الله زي النهارده يوم الخميس اللي جاي باذن الله يوم 4 هيكون لقاء النادي الاهلي مع فريق الدحيل. بدايه مشوار ان شاء الله نتمناه مشوار خير، مشوار إن شاء الله النادي الأهلي يظهر بالمظهر اللي يليق باسمه وكيان النادي الأهلي كممثل لمصر وممثل للقارة الأفريقية. كل التوفيق لفرقتنا، وطبعا قبل ما نقول ونبدأ برنامجنا أكيد لازم نرحب بسهام المتألقة. مساء الخير عليك يا سهام. الله يخليك، مفيش متألق غيرك. ربنا يخليك. مساء الخير.